أخذنا فرصة الذكرى 50 لاغتيال الوالد اللي بتصير 16 أيار، وقررنا نعمل معرض عن إنجازاته وبالصحفية والسياسية، وطبعا وهو تكريم لرجل وهب حياته لهذا البلد ولمهنته. وكما في كامل مروي، في كتير مثل كامل مروي بهديك الفترة اللي الناس ما بقى تعرفها، يعني اجت الحرب وراحت ذكراها، واللي لازم يتكرموا. جريدة الحياة هي مرآة، هي جريدة كانت مرآة للوضع في العالم العربي. بقى الأحداث المهمة مثل الاغتيالات أو الانقلابات أو التغيرات موجودة. وبالشق اللبناني كمان حبينا نفرجي كيف كانت الحياة بالحياة، يعني العيشة المعيشة بفترة بهديك الفترة. نكتشف بيروت كيف تنورت أول مرة، كيف مين كان يزورها، يعني الزوار اللي كان يزوروها من تشرشل لمالكوم إكس وغيره وغيره وغيره، بدل قديش أهمية بيروت. مطار بيروت كان المطار السابع بالعالم. حبينا نفرجي الجيل الجديد شو كانت هالبلد ومين اللي عمرها لهالبلد، لأنه في ناس عملت أساس لهذا البلد، كامل مروي واحد منهم، ومشان هيك حبينا نكرمه.